ارتفاع الكرسي قد ايه يا جماعه؟ ببساطه خالص يا جماعه، ارتفاع الكرسي هو المسافه دي. طب المسافه دي قد ايه يا جماعه؟ المسافه دي هي عباره عن سمك اللبشه او سمك السقف مطروح منه شويه حاجات. اول حاجه يا جماعه الكفر الخرساني بتاعنا، عندي كفر فوق وكفر تحت، ابقى ناقص 2 الكفر. كمان يا جماعه عندي كمان حديد الشبكه السفليه، يبقى ناقص حديد الشبكه السفليه فرش وغطا، تمام. ناقص كمان حديد الشبكه العلويه فرش وغطا، تمام. ناقص كمان يا جماعه الوتر اللي انا حاطط عليه الشبكه العلويه بتاعتي. طيب ناخد مثال يا جماعه، المثال بتاعنا يا جماعه هناخد سمك اللبشه بتاعتنا 80 سنتي، وهناخد كل الاقطار بتاع الحديد يا جماعه، هنفترض ان هي فاي 12. تعالوا ننفذ يا جماعه، انا عاوز ايه؟ عاوز ارتفاع الكرسي. اذا ارتفاع الكرسي بيساوي سمك اللبشه، سمك اللبشه بتاعتنا، تمام، ناقص مجموعه الحاجات دي يا جماعه 2 سمك الكفر، تمام، يبقى 2 في سمك الغطاء الخرساني او الكفر الخرساني. ناقص كمان يا جماعه القطر بتاع الرئه السفليه فرش وغطاء، يبقى ناقص قطر الفرش زائد قطر الغطاء بتاع الرئه السفليه، ناقص كمان قطر الفرش والغطاء بتاع الرئه العلويه، يبقى ناقص قطر الفرش زائد قطر الغطاء بتاع الرئه العلويه، ناقص كمان يا جماعه قطر الوتر اللي شايل الرئه العلويه. يبقى لو عوضنا بسهوله يا جماعه نقول ارتفاع الكرسي بيساوي سمك اللبشه بتاعتنا اللي هي 80 سم، هنحطها 800 ملي عشان الوحدات بتاعتنا كلها تبقى بالملي، ناقص 2 في سمك الغطاء الخرساني هناخده 25 ملي، الغطاء الخرساني يبقى 2 في 25 ملي، ناقص قطر الفرش، قطر الفرش بتاعنا قلنا 12 زائد قطر الغطاء 12، ناقص قطر الفرش بتاع الرئه العلويه 12 ايضا زائد قطر الغطاء 12، ناقص قطر الوتر قلنا برده هناخده 12 ملي. الكلام ده يساوي كام يا جماعه؟ يساوي 690 ملي، يعني 69 سنتي. إذا ارتفاع الكرسي يا جماعة 69 سنتي.